او التعب بيدي لك عدم تركيز، وده كان عندي احساس النهارده دي حاله الاهلي. ولما قلت كابتن محمد معروف ضربه جزاء صحيحه مليار في الميه، حتى احتسابك في معظم الماتش هايل جدا الحقيقه. يعني اخد بس عليك نقطتين. النقطه الاولى ان في القانون الجديد يا كابتن ماهر، يا كابتن اسامه عربي، اي حارس مرمى بيضيع وقت لازم ياخد انذار. ده القانون الجديد على طول بتدي له انذار. في الدقيقه 64 لحد الدقيقه 67 الزنفولي قاعد على الارض بيتعالج في الملعب، بيتحط له ثلج، مفيش حد شد، محدش اشترط معاه في اي لعبه. هي دي اللي اخدها عليك شويه. حتى انت كنت رائع جدا، احتسبت 6 دقائق وده كان عدد ممكن يبقى اقل شويه، ممكن 7 ولا 8 لكن مش مشكله. ولما حصل وقت ضايع في اثناء 6 دقائق كملتها ل 7 وشويه يعني. فالنهارده محمد معروف الحقيقه يعني قدم مباراه كويسه رغم احتسابه لضرب جزاء على الاهلي والنتيجه 2-1 يعني، لكن في النهايه الحق حق يعني. اتفضل يا كابتن اسامه. طبعا مبروك للنادي الاتحاد وكابتن حلمي والجهاز وجماهيره، وهارد لك للنادي الاهلي. كره القدم فيها ده، ولازم نتوقعه يعني، انه بالذات في ظروف تتالي المباريات في اوقات زمنيه ضيقه جدا، 3 بطولات بتشارك فيهم مع وجود اصابات مؤثره ما فيش شك يعني فريق كامل قاعد، سواء حسام عاشور، سواء السولية، سواء معلول، ازار، واجاهيه، طبعا كل دولت مؤثرين. الفرقه النهارده وقعت في اخطاء دفاعيه كلفتنا المباراه، لانه انت لو حسبت الاول مثلا انت لو حسبت الاستحواذ للنادي الاهلي في معظم فترات اللقاء باستثناء فترات قليله قوي كان الاستحواذ في صالح النادي الاهلي، ولكن كل ما النادي الاهلي يستحوذ ويسيطر، وطبعا دي كره مروان ويلسون حطها في نفسه، بين مروان ويلسون، ويلسون حطها في نفسه، دي كانت بعد الهدف على طول، كانت ممكن تبقى تعادل يعني. ففي عز ما النادي الاهلي بيهاجم، هجمات الاتحاد كلها كانت مؤثره يعني. النادي الاتحاد لما تحسب تقول انه جاب 4 اهداف في هذه المباراه، وصل ما لمرمى النادي الاهلي مش اكتر من 5 مرات او 4 مرات جاب فيهم الاربع اهداف. فطبعا اخطاء دفاعيه كانت كتيره جدا النهارده، وخاصه في تغطيات الاطراف يعني. لما نعيد الاهداف ونحللها، الاطراف النهارده في 3 اهداف منهم تغطيات سيئه جدا. طبعا في ناس بعيده عن الماتشات، في ناس بقى لها كتير ما بتشاركش، اثرت في اللقاء طبعا، زي صبر رحيل واضح انه لسه مش جاهز، مروان حاول لكن برضو طبعا غيابات فتره مؤثرة، كل الكلام ده اثر في اداء النادي الاهلي وفي الاخطاء اللي وقعت واللي وقع فيها خط الظهر تحديدا. اكتر حاجه الجزء الامامي يعني حاولوا، لكن كان ممكن نبقى احسن افضل من كده. وان كان طبعا برضو احنا بناخد على كالترون في بعض الامور البسيطه اللي كان ممكن تحصل، زي انه انا وجهه نظري مثلا واحد زي ازارو حتى لو ما ابتداش لازم يقعد احتياطي. والله احتاجناه ما احتاجناهوش، كان لابد ان يكون، خاصه في ظروف اصابه مروان محسن، صلاح محسن وعوده، لسه عوده مروان يعني، مروان ما بيلعبش بقاله فتره يعني. فطبعا اعتقد انه كان يفضل قاعد احتياطي، كان ممكن يبقى مؤثر لو نزل الشوط الثاني. في التغييرات تاخير كبير جدا في تغييره محمد شريف يعني، واحنا قاعدين نتفرج بنقول الاتحاد بيدافع بس، وخلاص واضح ان الاتحاد ما عندوش حاجه، بيدافع بيدافع بيدافع. اتاخر قوي في تغيير شريف نزل في الدقيقه يمكن 83 يعني داخل على 84، ومع ذلك احرز هدف، ويمكن لو كان نزل بدري كان ممكن يعمل حاجه، وعمل حاجه جاب لا يعني كان ممكن يعمل اكتر يعني. فانا شايف ان في اخطاء دفاعيه دي كلفتنا كتير، في تعب وإرهاق في بعض اللاعبين، في تأخير في تغييرات، في بعض الناس كانت ممكن تقعد على الدكة تبقى مؤثرة زي أزارو، خاصة زي ما قلنا في غياب صلاح محسن ولسه عودة مروان محسن.
حتى هو انه قلق انه كان ممكن جدا لو هو واحد زي احمد ياسر ريان مهاجم كويس، بس طبعا شاب ولسه بقاله كتير ما بيلعبش، هو قلق ان ينزله. يعني هو لو هو ازارو موجود كان بسهوله جدا ازارو نزل، لكن مثلا قعدت احمد ياسر هو مقعده لكن ما جالوش الثقه انه ينزله لما اتزنقنا. هو لاعب محمد شريف بس متاخر جدا، ففي عوامل كتيره اجتمعت على لهزيمه النادي الاهلي النهارده. يعني كره القدم فيها كده، انه فيها كده وحاله، وان شاء الله بالتوفيق في المباريات الجايه. يعني طيب كابتن اسامه، طبعا يوم سيء.